لو جبنا الحكاية كده من أولها هنوصل لحد الصين، ودول هم أول شعب عرف الحشيش، بس في الأول اتعاملوا معاه على إنه نبات عادي، وكانوا بيصنعوا منه ألياف الحبال والأسبدة والشنط. بس أنا وإنت عارفين وبأمارة كوفيد 19 إن الشعب الصيني بيجرب ياكل أي حاجة، يعني أي حاجة هيكتشفها سواء حيوان أو نبات لازم يستخدمه في الصناعة وفي الأكل وفي الشرب. وده بالظبط اللي حصل في نبات الحشيش، أول ما شافوه محلهوش وبدأوا إنهم يجربوا يشربوا، ولاحظوا إن اللي بيشربوا بيبقى رايق كده وهاي ومعني الحياة خالص، فقاموا سموه واهب السعادة. والموضوع بدأ ينتشر بقى في الدول المجاورة لحد ما راح للهند، وهناك سموه مخفف الأحزان. وفضل بقى الحشيش يتنقل من حضارة للتانية ومن ثقافة للتانية على مدار السنين لحد ما وصل لنا بشكل الجب اللي احنا عارفينه.